السلام عليكم غزالات، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ صح لاباس، ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. المهم انا غنعمل واحد الماسك الصراحه، وغنحطو وغنعملو لكم معاه شي فيديو. بلي غنعمل شي فيديو غنعدلو معاه، ولا ما عرفتش اش غنعدلو بوحديتو، والله ما عرفت صراحه ربي. سو هنا جبت طاسه، اوكي. هنا عندي بيضه، غنعمل اصفر البيضه، اصفر البيض مش ابيض البيض، غير اصفر البيض. وغنعمل معلقه صغيره، هذه المعلقه هذه صغيره، بالحليب باودر، هذا الحليب غبره. وغنعمل قهوه سريعه الذوبان نسكافي، عندي هنا نسكافي، حتى هي معلقه صغيره، اوكي، معلقه صغيره من نسكافي ومن حليب باودر، حليب غبره مع اصفر البيض، مع معلقه الكركم، الخرقوم، اوكي. وغنعمل معلقة يعني ماشي عمرة من عصير الليمون، يعني حامضة الليمونة معصرة، ولكن ماشي الليمونة كاملة معصرة، تاخدوها معلقة صغيرة فقط، اوكي. سو نعدل هاد العناصر ونوريكم. كما كتشوفوها معلقة الحليب باودر، ايوا القهوة، نسكافي، معلقة الكركم، الخرقوم، هدا عصير الليمون، معلقة ثانية. انا عندي لهذا الشكل، هذا تطوي عندي عصير ديالو. دابا غنعمل اصفر البيض حتى هو غنزيدو، كما كتشوفوا كنبقى نحرك غير هيدا. في الاول غيجيب لكم اللاب، لان ما غتحرك لكمش، ولكن غتحرك غتحركوا غير هيدا، حيت انا شابره بكاميرا بيدي تطوي ما قداش نحرك. سو غنبقى نوري لكم الخاطر. كما كتشوفوا على الطريقه هذه، ما زدت لا يعني ما زدت لا حتى شي حاجه من غير ديك المكونات اللي شفتوها، وكتبقاو ماشيين بالتحريك على الطريقه هذه باش القهوه تذوب لكم، باش نسكافي مش قهوه، نسكافي عليك شتوني باش تذوب. المهم ها نتوما شفتوا كترجع كي الكريم بحال هكذا. يمكن لكم تعدلوا عن تحديدكم في عنقكم، في وجهكم، في يدكم، في في الركاب ديالكم اذا كانوا كحل، اي مكان في الجسم ديالك لونه داكن يمكن لك تعدلو، كتخليه حتى كتنشف. كما كنقول انا بزاف المرات كنقول بلي ان الماسك مش اي واحد يقول لك 10 دقائق، يعني خصك تخلي 10 دقائق تحيدو كل واحد والبشره ديالو، فخليه حتى ينشف. انت نو البشره ديالك شحال غتاخذ لك من الوقت، خليه حتى ينشف ومن بعد يعني فركو بيدك، يعني ماشي تغسلو، ما تغسلوش، فركو بيدك من الاحسن، باش كيحيد لك ديك الجلده الميته والبوان نوار، وكي يعني كيحيد لك بزاف الحاجات، كيحيدو يعني من الوجه، كيخلي البوان ديالك يعني كيفتح لك البوان ديالك، اوكي. سو المهم دابا انا غنعدلو على وجهي وداكشي. المهم غزالات، ها انا المهم انا بالبحر، عنقي فحال كحالي كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، فونيت وجهي داروا فيه الطوابع كحال على حسب الشمس وداكشي. سو دابا غنعدل هاد الخلطه هادي على وجهي كامل، وغنعدلو حتى على عنقي، وغنخليه حتى ينشف، وديك الساعات قاعد كنفركو، فهمتيني، نعملو بحال هكذا، ما نغسلوشي. وجهي انا غسلته بواحد الصابون دلوجه. نتوما اذا ما عندكم شي صابون دلوجه غتغسلوه تعملوا قهوه كحله مع الزيت، تعدلوا شي حاجه يعني تغسلوا بها وجهكم، مثلا مطيشه سيسوها في السكر حكوا بها وجهكم. المهم على هيداك انا غنوريكم اللي استعملته غسلت به انا وجهي. مهم استعملت هذا، غسلت به وجهي مع هادي، مع هادية. المهم هادي البارح صراحة هاديك شريتها، كانت عندي وحدة صغيرة دايرة، وهادي البارح هاديك شريتها. مهم شوية الضو كيبين وجهي كحال بزاف. المهم هانتوما معايا غنعدلو على وجهي وغنتوما. المهم الغزالات عملتها هكذا، نتوما اكيد ما غتلبسوش التيشيرت بحال هكذا، حيت انا حيت كنصور في الكاميرا دات واي لبست هاديه. سو نتوما حاولوا ما امكن تلبسوا شي حاجه اللي يدها هكذا، تزيدوا طوروا على العنق بزاف. المهم حسيت بها انا بدات كتنشف لي الصراحه. الخلطه هذه اللي عملتها يعني تقدر تكفي ثلاثه الاشخاص، فهمتوني، ثلاثه الاشخاص، لان انا عملتها في ركابي درجلي وعملتها بزاف الحاجات. سو يعني بمعنى ان ثلاثه الاشخاص يقدروا يستعملوا هذه الخلطه هذه، وكتخليوها في وجهكم حتى كتنشف. واذا بغيتوا تزيدوا فيها الشوفان مطحون، بغيتوا تزيدوا فيها العسل، فهمتوني، انا العسل ما كيجينيش مع وجهي، سو ما كنعدلوشي. نتوما اذا بغيتوا تعملوا العسل تزيدوا العسل،
وصافي كتعملوها على وجهكم على الطريقه هذه وكتخليوها تنشف تنشف، ومن بعد كتبقاو تفركوها بحال هكذا كتغسلوها شي. القهوه الصراحه مفيده بزاف لهذا الوجه، لان كتعرفوا القهوه مثلا شي واحد كينوض في الصباح كيقول لك اذا ما شربتش قهوه ما كيتفتحوا ليش عيني، يعني قهوه منشطات كتنشط صافي نشطنا حتى الدوره الدمويه للوجه ديالنا ونيت الجلده. سو دابا نخليها حتى تنشف انا، ومن بعد غنفركها ونضرب الحمام من الاحسن نغسلو لان الريحه ديال البيض صراحه ضربي من الاحسن نغسلو. انا كنقول لكم من الاحسن دخلوا خذوا دوش لان باش مابقاش فيكم الريحه ديال البيض. ايوا صافي هذا مكان نمشي نوجد الفطور، ما غنفطرش اكيد غنوجد وصافي باش ملي ندوش نفطر. اوكي هيا بدات كنشفني انا. اوكي يلا باي باي عليكم. ها انتم الحبيب ديالي كما كتشوفوها شتوه بدا كينشف لي هنايا، بقى لي غير شويه هنايا فقط، مهم نشف هنايا كما كتشوفوها صافي هنا ينشف هنا ينشف كلشي ينشف لي هنايا، مهم كلشي ينشف كينشف وكتحسوا الوجه ديالكم تجبد كيجبد لكم الوجه. المهم دابا غندخل غير داخل للحمام وغنبقى نفرك فيه على هذه الطريقه هذه، ثم غنوري لكم شي. المهم نتوما غتخليوه حتى ينشف حتى ينشف مره، ومن بعد تدخلوا للدوش ولا فيما بغيتوا. اه باقا هنايا شويه هذه هي باقا هنايا، وغتدخلوا للدوش وبقاو تمشيوها هكذا قد مشيوها هيدا وكيتحيد فهمتوا. احسن ما تغسلوه ما تغسلوهاش بيدكم احسن حاجه، باش كيحيد لكم كيفتح البوان ديالكم كيحيد البوان واغ اللي كتكون عندكم هنا في السنطيحه وداك الشيء هذا ملي كتعمل هيدا كتحيد. المهم كنشطنا الدوره الدمويه ديالنا وكل شيء. ملي غتحيدوه طبعا خصكم تاخذوا واحد الدوش مورا كما قلت لكم، لان الريحه ديال البيض غتبقى فيكم. انا قلت لكم اللهم اني بلغت الريحه ديال البيض الصراحه غتبقى فيكم وصافي. بعد ملي كدوشو وتساليو مشيو عدلو غير المواد، رشو غير المواد، اذا كان حطوا المواد في الثلاجه احسن باش ملي كتسالي كترش المواد في وجهك بارد مزيان كينعش لك وجهك صراحه. ومن بعد بقى هكداك واحد الساعه واحد جوج ساعات عاد كعمل لك الكريم ديالك، والاحسن خلي وجهك كما هو بالمواد وهذا فقط. مهم هنايا غنخليكم، اكيد غننزل هاد، كنت قلت لكم لان ممكن ما ننزلش هاد الماسك بوحديتو غنزلو مع شي فيديو اخر، فصراحه نو ننزلو غير بوحديتو احسن. هنا غنقول لكم ما تنساونيش بالاشتراك ودقوا على الجرس وعملوا لي لايك، واذا بغيتو بارطاجيو الفيديو بارطاجيوه اللي بغيتو، المهم ما تنساونيش. وداتس ايت، غنقول لكم باي باي عليكم. الارانب ديالي ها هما وهنا غنقول لكم باي اميس يلا باي باي عليكم، نشوفكم في فلوق الجاي ولا فيديو الجاي ولا شي حاجه اخرى. باي.